كانت سارة تحب منزلها الجديد، بيت قديم خشبي يطل على حديقة واسعة. كانت تحلم ببيت كهذا منذ طفولتها، بيت مليء بالقصص والأسرار، لكنها لم تكن تعلم أن هذا المنزل يحمل سراً أظلم بكثير مما كانت تتخيل. معها كانت قطتها السوداء الجميلة ليلى، رفيقتها الدائمة. كانت ليلى أكثر من مجرد قطة بالنسبة لسارة، كانت كأخت لها. كانت دائماً ما تشعر بالراحة وهي تجلس بجانب ليلى وتلعب معها خيوط الصوف. في الليالي الأولى بدأت سارة تلاحظ أشياء غريبة، أصوات خطوات خفيفة في الممرات، أبواب تصدر أصوات صرير في منتصف الليل، وأحياناً شعور بوجود عيون تحدق بها من الظلام. في البداية اعتقدت أنها مجرد خيال أو ربما الرياح التي تهب حول المنزل القديم، لكن مع مرور الأيام زادت هذه الأحداث الغريبة. بدأت ليلى تتصرف بشكل غريب، كانت تقفز فجأة وتحدق في زاوية الغرفة وتهسس بصوت خافت. وفي إحدى الليالي سمعت سارة صوتاً ياحي عواء قادم من الحديقة الخلفية، صوت عواء ليس كأي صوت سمعته من قبل. في إحدى الليالي استيقظت سارة على صوت صراخ ليلى، وجدتها تقفز على النافذة وتحدق بشدة في الخارج. اتبعت سارة نظرتها فرأت ظلاً كبيراً يتحرك ببطء في الحديقة. كان الظل أسوداً ضخماً يشبه شكل رجل طويل القامة. خافت سارة جداً لكنها قررت مواجهة خوفها. أخذت مصباحاً كهربائياً وفتحت النافذة. في اللحظة التي أضاءت فيها المصباح اختفى الظل فجأة، وكأن شيئاً ما كان يراقبها ثم هرب عندما اكتشف أنها لاحظته. بعد هذه الحادثة بدأت سارة تبحث في تاريخ المنزل. ذهبت إلى المكتبة المحلية وتحدثت إلى بعض الجيران القدامى. اكتشفت أن المنزل كان مسكوناً منذ زمن بعيد. يقال إن روح امرأة عجوز تسكن المنزل وهي تنتقم من كل من يدخل إليه. أخبرتها إحدى الجارات القديمة أن القطط تستطيع رؤية الأرواح وأن ليلى تحاول حمايتها من الشر. شعرت سارة بالرعب لكنها قررت البقاء في المنزل. كانت تحب هذا المنزل وكانت على استعداد لمواجهة أي شيء من أجله. في الليلة التالية بينما كانت سارة نائمة استيقظت على صوت صراخ مرعب. فتحت عينيها برعب ورأت ليلى تقفز من على السرير وتجري نحو الباب. حاولت سارة اللحاق بها لكنها كانت سريعة جدا. اختفت ليلى في الظلام ولم تعد أبدا. بعد اختفاء ليلى زادت حدة الأحداث الغريبة في المنزل. بدأت سارة تسمع أصواتا وهمسات في الليل وشعرت بلمسات باردة على وجهها. كانت تدرك أنها وحدها في هذا المنزل الكبير والمظلم محاطة بالأرواح الشريرة. في النهاية لم تستطع سارة تحمل كل هذا الرعب. قررت ترك المنزل وترك كل الذكريات الجميلة التي كانت تربطها به. عندما غادرت المنزل شعرت وكأن شيئاً ما قد رفع عن كاهلها، لكنها لم تنسى أبداً ليلى قطتها الشجاعة التي ضحت بحياتها لحمايتها.